كما نظم محامي الدقهلية وقفة سلمية لدعم الشعب الفلسطيني صباح اليوم أمام مجمع المحاكم بمدينة المنصورة، وأكد المحامون رفضهم تهجير أهالي غزة من أراضيهم وتأييدهم لكل ما جاء بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز. وندد المحامون بالقصف الوحشي الذي تتعرض له غزة وقتل المدنيين والأطفال الذي تمارسه إسرائيل وقيامها بمنع دخول المساعدات لإطباق الخناق على الشعب الفلسطيني الأعزل. بنعزي الأخوة الفلسطينيين عن الحوادث المأساوية التي تحدث. أما بالنسبة عن قرار السيد الرئيس بعدم تهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية وتهجيرهم من الأراضي، ما هو إلا نابع عن إرادة سياسية وقرارات داخلية للشعب المصري التي يعبر عنها السيد الرئيس. ندعم قرارات السيد الرئيس بعدم تهجير الأخوة الفلسطينيين من أرضهم، لأن ده هو ما يريده الكيان الصهيوني، احتلال أرض فلسطين بالكامل. إحنا الرئيس بتاعنا قال لما قال إن إحنا لا لتهجير الشعب الفلسطيني لأنه لا يجوز أن يكون هناك أرض بلا شعب، فهو قرار يتطابق تماما مع ما جاء بقواعد القوانين الدولية والعرف الدولية. بنملكه دلوقتي هو الدعم، الدعم من احنا بنعلن موقفنا عشان العالم كله يعرف مين فلسطين ولا حق، والقضية الفلسطينية مش هتموت، وان القضية الفلسطينية هتفضل دايما احنا بندافع عنها كمصريين وبندعم. احنا طبعا بنشكر سيادة الرئيس على القرار اللي مش غريب عليه، على راجل وطني، احنا كلنا بندعمه واحنا كلنا وراه. طبعا احنا بنؤيد جميع قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان المخطط هو واضح وصريح، لان فكرة تهجير الفلسطيني من ارضه هي بمثابة نهاية للقضية الفلسطينية، وهو ده المخطط اللي هم عاوزين يوصلوا له. وان شاء الله باذن الله لن يستطيعوا بدعم مصر وبقرارات السيد الرئيس ان هم يوصلوا للهدف ده. ده قرار مصري خالص من السيد الرئيس، وقرار اتخذه في وقت مناسب وقرار حكيم، فاحنا بنشكر السيد الرئيس عليه، وفعلا السيد الرئيس بيعبر عن الشعب المصري. احنا حضرتك طبعا بندعم ونؤيد قرارات الرئيس وهي جاءت في التوقيت المناسب، وبندعمها تماما، لان التهجير يميت القضيه الفلسطينيه. الهدف من التهجير هو انهاء القضيه الفلسطينيه وموتها الابد، واحنا ضد ده تماما، واحنا مع قرارات السيد الرئيس، وبنقول انها قرارات صائبه جاءت في التوقيت المناسب.